كما غادر ليلة أمس أزيد من 110 مناصرين للمنتخب الوطني مطار الشيخ الكبير بالدرار باتجاه القاهرة على متن طائرة عسكرية خاصة، وذلك من أجل مناصرة عناصر الفريق الوطني خلال لقائه في المباراة النهائية لكأس إفريقيا ضد المنتخب السنغالي، أين عبر الأنصار عن أملهم الكبير في تتويج المنتخب بالكأس والعودة بها إلى الجزائر. التغطية لليمين بالعلمي. نشكر قناة النهار على هذه التغطية اللي حاضرة معنا ديما وحاضرة مع قناة مع أنصار الجيش أنصار المنتخب الوطني، ونشكر المؤسسة العسكرية وبالأخص الجيش العسكري والقيد صالح الذي خصص لنا طائرات لنقلنا إلى مصر من أجل مساندة المنتخب الوطني، وإن شاء الله يا ربي مربوحة ونجيبوا الكأس معنا. راني مناصر من أبعد نقطة على مستوى الوطن الجزائري من بلدية تمياوين البعيدة على ولاية الجزائر عاصمة الجزائر 2500 كيلومتر، ونشكر رئيس الدائرة لبرج باجي مختار والوالي للولايات المنتدبة برج باجي مختار، ولأول مرة تصل 4 تذاكر لمناصرة الخوضر في كان 2019، 2 لبرج باجي مختار و2 لتمياوين، فشكرا جزيلا وارتاح الجزائر. وانا مناصر من برج باجي مختار وماشي ان شاء الله لمصر، وان شاء الله نجيبوا لا كوب دافريك ان شاء الله، ماذا بينا ان شاء الله بالماضي.